يا مرحبا وسهلا فيكم مشاهدي الكرام، صباحات الخير المشرقة لكل من يشاهدنا، لكل من يتابعنا. دائما نحن نسعى قدر الإمكان مثل ما ذكرنا قبل قليل التنوع في مختلف مواضيعنا، ومن خلال أيضا الفقرات التي دائما تكون حاضرة، بعض الفقرات بشكل يومي، بعض الفقرات بشكل أسبوعي. هذه المرة نتحدث في فقرة المغامرة إن شاء الله تعالى عن مغامر، يعني من مغامر تحول إلى صاحب ومؤسس لمشروع تصليح مركبات التخييم. يعني المركبات يحولوها بشكل عام إلى مركبات تخييم، صحيح؟ بالضبط. بهذه الطريقة تفاصيل جدا جميلة وشائقة راح نتعرف عليها بوجود أخونا محمد بن أحمد الراشدي، صاحب ومؤسس مشروع فان لايف عمان. مرحبا وسهلا محمد. يا أهلا وسهلا فيك. إحنا جدا سعداء بوجودك اليوم معنا في برنامج. شرفنا طال عمرك. صباح الخير. يا أهلا وسهلا فيكم. صباح النور. اهلا وسهلا بك مره اخرى محمد. يعني اعتقد انك انت مهتم بالمغامرات والرحلات والتخييم، فمن كذا عملت هذا المشروع؟ حالي من حال اي من الشباب الثانيين، نحن نطلع ونروح ونتقول، وتضاريس عمان تساعد على هذا الشيء. بالضبط. فهذه تجيك الافكار معها، كيف انت تجهز مركبه كامله، وهذه كانت واحده من الافكار اللي جتني. وبعد ما صرت انك تطلع مركبات ودائما تطلع في الرحلات، ودائما يكون عندك شيء ناسنه، شيء غرض ناقص. بالضبط. ليش ما يكون عندك مركبة مجهزة كامل وفيها كل الأشياء، ما يحتاج أنك تنسى شيء، كل شيء جاهز فيها. جميل. من متى بدأت تقريبا في هذا المشروع؟ الفكرة من أكثر من 4 سنوات ونص، ولكن المشروع تأسس بشكل رسمي في أكثر من 3 سنوات الحين. أول شيء، إيش تقصد بشكل رسمي؟ بشكل رسمي لأني أنا بديت أول مركبة جهزتها في البيت بنفسي. ما شاء الله. قبل لا يكون عندي ورشة. يعني هي عبارة عن سيارة أساساً عادلة وتحصل. هي مثلاً تكون باص، تكون فان، نحن نحولهن لكارفان فخم. حلو. الكارفان هذا في دورة مياه، في مطبخ، في أسرة، في كل المخازن اللي تحتاجها، في كل الأدوات اللي تحتاجها. حتى وصلنا درجة إنه صار الكارفان بشكل كامل شغال بالطاقة الشمسية، من ضمن التكييف، حتى في سخان ماء، يعني أنت طالع فندق متحرك معك. ما شاء الله. أيوه. ممتاز ممتاز. طيب انت يعني ما قبل وصولك اساسا لتاسيس هذا المشروع، انت مغامر في الاساس صحيح؟ يعني نطلع رحلات. ايه؟ من تسميتها هي مغامره، لكن يعني حالي من حالي واحد يكون من الشباب نطلع رحلات بشكل مستمر. ونلف ونطلع. تكونوا دائما بشكل جماعي، يعني ما تطلع بشكل مفرد صحيح؟ في بشكل مفرد وفي بشكل جماعي. ممتاز. الاغلب تكون بشكل جماعي مع الشباب وتطلع رحلات. جميل. بس لما صارت عندك مركبه مجهزه بكل شيء عادي، حتى تطلع بنفسك وتطلع اسبوع اسبوعين ما عندك مشكله. لما تكلم عن هذه المركبات، بنفسك تجهزها ولا عندك فريق اساسا متكامل، فريق عمل؟ في البدايه كان بنفسي في البيت، بعدين الحين صارت عندنا ورشه، الحين عندنا مصنع بامكانيات كبيره ان شاء الله. في صناعات صارت تقنيات تتصنع خصيصا حالنا. حلو. طورناها. حلو. ممتاز. وعندنا منتجات كثيره صارت منتجاتنا تتصدر للخارج، عندنا موقع الكتروني، المنتجات هذه كلها اللي احنا نصنعها متوفره في الموقع الالكتروني، في عندنا طلبات من خارج عمان ونشحنها لخارج عمان، والحين عندنا سيارات اصلا تجينا من خارج عمان احنا نحولها ونرجع نصدرها مره ثانيه. ما شاء الله. فهذا واجد صار يعني سمعته منتشره على مستوى الخليج بشكل كبير، حتى بذلك انه سووا لنا تقرير قناه العربيه. ممتاز. عن هذا الموضوع. جميل. انا شفت انت حاط في حسابك فيديو ان الكرفانات تختصر تكاليف السفر، كيف ممكن أنها تختصر تكاليف السفر من وجهة نظرك محمد؟ على سبيل المثال، أنت لما تسافر لأي مكان أنت بتحتاج أنك تستأجر سيارة. وبتحتاج أنك تستأجر فندق، وإذا كنت أصلاً طالع وإنك تحب أنك تطلع جلسات أو طلعات برية، أنت بتحتاج تشتري كل هذه الأغراض. صحيح. في رحلتك. فأنت الحين المركبة يعني اللي عندك عملية مكلفة أساساً في مكلفة. أيه. فأنت عندك المركبة مجهزة بشكل كامل، هي بيتك وهي سيارتك وهي فيها معداتك وأشياء كلها، وحتى مكان النوم، حتى مكان النوم والتكييف وكل الأشياء اللي تحتاجها. ما شاء الله. ممتاز. وإحنا قاعدين نشوف الآن مع المشاهد الكريم يعني مجموعة صور لبعض المركبات التخييم اللي حنسميها مشاهدينا اللي قاموا بصناعتها. أيوه. هذه عبارة عن باص أتوقع، وانتو حولتوه لكرفان. هذا نموذج واحد من أعمالنا. أيوه. هذا 15 راكب وتحول بشكل كامل مثل هذا النموذج. طبعا اللي يساهم انه يكون الباص لما يكون صغير سهل التحرك في المواقف، في الحركه، في اي مكان تستخدمه حاله من حال اي سياره، بس في بعض الزباين يطلبوا سيارات اكبر، هم يوفروا المركبات اللي تناسبهم ونشتغلهم عليها. لكن لازم يكون باص اساسا؟ ما مش لازم يكون، في فانات او في شاحنه وتبنى فيها عادي، او حتى بيكابات تقدر تعدل فيها. حتى البيكاب يصير؟ أيوة. حتى البيكاب يصير. لازم لكن تكون واسعه طبعا. ايوه. ترى هذا كل التصميم، نحن اي زبون يجي عندنا نسوي له تصميم 3D ثلاثي الابعاد على حسب التقسيمه اللي هو يحتاجها. فاهم لك.
بس انا المقصد انه الحين اذا كانت السياره صغيره الحجم يعني، هل انتم تعملوا بعض الاضافات عليها بحيث تكون شويه واسعه مهيئه للنوم ولكل المتطلبات هذه؟ في بعضهن يكون، فهمت قصدي صح؟ فاهم قصدك. في بعضهن يكون تعديل داخلي مش تعديل في هيكل المركبه. ايوه. في بعضهن يكون تعديل في هيكل المركبه، انه يكون مثلا انه فيها مثلا حوض. أيوة. وانت تغير الحوض وتبني فيها كرفانة كامل يعني بودي كامل. ممتاز ممتاز ممتاز. جميل. يعني أنا أذكر زمان كنت أشوف مادة تطلع على التلفزيون في إحدى القنوات، تقريبا البرنامج نفس مشروعك، كان يغير من المركبة ويحطها بشكل آخر ولكن بطريقة جدا جميلة. أيوة. طبعا هذا شيء يعني صار رائج بشكل كبير حتى في المجتمعات الغربية، وصار شيء دارج بشكل كبير مؤخرا، يعني صار في طلب كبير عليه في منطقتنا، ولتكاليف الأغراض المستخدمة هنا أغراض خاصة في الكرفانات، يعني مش أغراض بيت أنت تجي تركبها، لازم كلها أشياء مختلفة لأنك أنت أشياء بتشغلها بالتولف. هذه معلومة جدا مهمة على فكرة. أيوه. يعني لازم نركز عليها. أيوه. فأنت عندك في عوامل كثيرة لازم تركز عليها، خفة الوزن، المركبة لازم تكون خفيفة الوزن، وهذا من الأشياء اللي خلانا وإحنا ورشة معتمدة في إدارة المرور لتحويل المركبات، كل المركبات اللي نسويها تكون فيها تصريح. ممتاز. الشيء الثاني انت لازم تستغل المساحات بشكل كبير، لان انت المركبه عندك صغيره فلازم تستغل كل المساحات المطروحه عندك. وبعدين لازم تكون عندك انظمه الماء والكهرباء لازم تكون بكفاءه عاليه، لان عندك خزانات الماء محدوده، لازم تكون تستخدم اشياء تقتصد في الماء. ونفس الشيء في انظمه الكهرباء، لازم تكون عندك انظمه موفره للكهرباء. الاغراض الخاصه من البيوت تكون تستهلك كميه كهرباء كبيره، على عكس الاشياء اللي نستخدمها في الكرفانات تستهلك كميه بسيطه. فصرنا نشغل كل شيء بالطاقه الشمسيه، حتى الثلاجه 24 ساعه لا تبندها ابدا. ما شاء الله. خلاص خليها شغاله، انت رحت خليتها، طلعت رحله ولا ما طلعت خليها شغاله. نعم. ممتاز ممتاز. تقريبا كم تكاليف تحويل هذه المركبه الى كرفان؟ حاليا بالمتوسط الاسعار بالنسبه للزباين اللي يجوا عندنا، متوسط الاسعار 7000 ريال، بس هي تبدا عندنا 3500. يعتمد على توقع على نوع السياره صح؟ يعتمد على الحجم. أيه. ويعتمد على التصميم الداخلي ويعتمد على الميزات. بالضبط. في عندنا مميزات كثيره، الزبون يقدر يرفع وينزل السعر بناء على خياراته. يعني افهم من كلامك الان اللي حاب انه مثلا عنده باص وحاول حاب يحوله الى كرفان اساسا او مركبه تخييم، بامكانه يتواصل معكم؟ بامكانه يتواصل معنا ويقدر يزورنا المصنع. نحن مسوين برنامج حتى للشخص اللي ما عنده الميزانيه يسويه. ايوه. في شباب كثير يشتغلوا وحدهم بنفسهم، ونحن نوفر لهم الدعم، المعلومات مجانا، الاستشارات مجانا. انا باغي الناس تدخل هذه ثقافه. ممتاز. ولازم ننشرها. نحن نوفر كل الأغراض، يقدر يشتري الأغراض ويقدر يشتغل بنفسه، وإذا يحتاج أي مساعدة نحن نساعده مجانا. الواحد يتساءل التصاريح والتراخيص في ذات الوقت من الجهات ذات العلاقة أيضا متاحة صح؟ ومن يخلصها، أنت ولا الشخص نفسه أساسا؟ الحين بعد ما جهزنا المركبة، أنا واجد صار تواصل مع إدارة المرور في هذا الموضوع. وبعدها صدرت لائحة، اللائحة هذه كانت فيها كل التفاصيل والأشياء اللي تهم الشخص، يعني اللي لازم يلتزم فيها، فيها اشتراطات الأمن والسلامة، الأشياء، الأوزان، الأشياء اللي تهم إدارة المرور أن تذكرها هناك، والأشياء لازم تكون مثبتة بأحكام المرور. وكذلك أتوقع حتى هيئة الدفاع المدني للإسعاف. نعم. صح؟ في عندهم هذه الأشياء، يكون عندهم بعض الاشتراطات، بعض المعايير ذات السياق ربما أو مشابه لعربات العربات المتجولة لبيع المشاوي والمشاكيك وما. أيوة. بالضبط. لكن كل الاعتماد كان الحين صار على إدارة المرور في هذه الأشياء. أيوة. في تشيكها. ممتاز. التوصيلات الكهربائية، توصيلات الغاز، إنذارات الحريق، ونحن وصلنا فيهن حتى صرنا عندنا ستاندر أكثر من اللي طالبتنا الإدارة. عندنا كاشف تسرب الغاز، عندنا كاشف مستوى الأكسجين داخل المركبة. ممتاز. عندنا كاشف لتسرب الغاز والطفايات الحريق، هذه الأشياء كلها نضيفها في كل المركبات اللي نجهزها. جميل. طيب المدة الزمنية المستغرقة لتجهيز هذه المركبة إلى كرفان؟ من 3 إلى 4 أشهر، بس الحين اللي قاسين نشتغل عليه يكون عندنا نماذج جاهزة، يعني إذا جبت السيارة الموديل الفلاني عندنا التصميم هذا بتكون المدة أقل، لأن صار عندنا الحين تقطيع يكون بالكمبيوتراز. أيوة. واضح. فصار واضح. بيوفر علينا. هذا كان طموحنا أن احنا نسوي مصنع، والمصنع هذا يكون فيه خط إنتاج نجهز كل المركبات بشكل أسرع وبأقل تكلفة. ممتاز. أماكن إيقاف هذه المركبات أساسا، مركبات التخييم، نفس الحالة تخضع لموافقات معينة ولا إيش الفكرة بالضبط؟ المركبات الصغيرة، هذه الفانات الصغيرة اللي تستخدمها حجمها نفس أحجام السيارات، تقدر. أيوة. تخيم فيها أي مكان، أي مكان، وما في أي اشتراطات. للحين هو ما في أماكن مخصصة أصلاً لوقوف الكرفانات إلى الحين، وحتى الكرفانات الكبيرة المستوردة هذه اللي تقلص ما موجودات أماكن مهيئة حالهم،
ويمكن من هذا المنبر نناشد يعني الجهات المختصة توفر هذه، لأن هذه صار داعم سياحي وشيء قوي يعني إنه يوفروا هذه. في عندنا سواح يجيوا من خارج عمان بشكل كبير، أيوه، خاصة في موسم الخريف، فيحتاجوا هذه الخدمات. لو تتوفر لهم هذه الخدمات مقابل الرسوم الرمزية الناس مستعدة تدفع، ودائما الناس تقول لي يعني احنا مستعدين ندفع بس يوفرون الخدمات هذه. هنا سؤال ايضا يعني محمد، يعني الحين بامكان فقط هذه المركبات تكون في السلطنه فقط او لا بامكاني لما خلاص اقوم بتصنيع هذه المركبه عن طريقكم ان اسافر بها بمختلف دول العالم؟ عندنا قصص كثيره من الناس اللي تسوي المركبات نجهزها حتى تروح فيها اوروبا، وعندنا مواصفات يعني اذا تقول لي مثلا اريد محمد اريد اجهز سياره اريد فيها اوروبا اسوي لك ستاندر الاوروبي، لأن في اشتراطات مختلفة يعني من الأنظمة الأمريكية الأنظمة الأوروبية، أيوة، عشان حتى في أنظمة التصريف يعني. أنظمة هالأشياء في عندهم اشتراطات هناك لازم تكون على مستوى نفس الستاندر الأوروبي، فنحن نجهز المركبة هذه، وعندنا نماذج كثيرة من الناس يعني تجهز المركبة وتسافر فيها لخارج عمان. جميل، حمست سيف، أعتقد أنه ناوي اللي يعمل. لا لا، الفكرة ترى في بالي من زمان. أنت جهز 7000 وأعطيهم لمحمد هو. بيعمل لي تخفيض هو. يعمل لك. لا بس لا، الفكرة هي في بالي من زمان من فترة الأمانة يعني، وسبحان الله يعني وجوده قد يكون أيضا مساند لتشجيعي في العملية هذه. تفضل زورنا، أي واحد يقدر يزورنا المصنع. وين موقعكم؟ في مصنعنا في بركة والمعرض في المعبيل الصناعية. جميل. احنا لو تلاحظي يعني اتوقع في مرات خليتك تشوفي فيديو من الفيديوهات انه عندنا ايضا عمانيين اللي يروحوا لاوروبا على سبيل المثال ويستأجروا هذه الكرفانات اساسا. بالضبط. وبعض الاخر لا اساسا عنده كرفان ويلف في العالم ما شاء الله. نحن طرحنا مؤخرا تجربة يعني كان عن طريق مجموعة المستثمرين. شخص يريد يمتلك الكرفان، نحن بنجهز له كل شيء، هو اللهم يستثمر معانا مبلغ، نحن بنأجر الكرفان له، وفي نفس الوقت متى ما بغى يستخدمه يقدر يستخدمه. هذه التجربة مال تأجير الكرفان صارت متاحة لأي حد يقدر يجرب، يريد يجرب التجربة. هل هذه التجربة تناسبك وتريد تمتلك كرفان؟ يعني يمكن أنت في ناس يعني تشتري الكرفان بس بعدها بتشوف التجربة ما مناسبة لها، فأنا طارح التجربة هذه أن أي واحد يقدر يستأجر الكرفان ويجرب التجربة، وبعدها يقدر يعرف هل هذا شغفي ولا هذا المجال أنا أريد أدخل فيه. حلو، ممتاز. فحتى في خريف صلاة بتكون المركبات هناك، فيقدر الشخص ينزل من المطار ويستلم الكرفان مجهز بشكل كامل، صار عنده فندق متحرك يقدر يلف فيه في كل مكان. فهذه من التجارب اللي نحن طارحينها، ويقدر أي واحد يقدر يجربها. ممتاز. حسابكم في الانستغرام إيش اسمه؟ فان لايف وام. جميل، شكرا لك على وجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. شكرا لك محمد بن أحمد الراشدي صاحب مشروع فان لايف، كل التوفيق لكم إن شاء الله. شكرا أختي حواء، شكرا أخوي سيف. شكرا. إذا مشاهدينا الأحباء نستمر معكم في متابعات ومحطات قهوة الصباح، نروح الآن مباشرة إلى الربط المباشر مع الزميل يعقوب بن يوسف البلوشي الحاضر معنا من ولاية صور للحديث عن معهد السلام المرورية للتدريب والتأهيل. أهلا وسهلا بك.